على كده ذكر بتعمل المرأة كذا. وإن في نساء كتير معايا من فريق المعلمين، العمل. هو علاقته بوالدته اللي انت رصدتيها كانت مهمة جدا، وانت حتى كاتباها في الآخر إن هي في الآخر قالت له لو انت عايز تترهبن فلتفعلها ولا تؤجل الأمر. ايه بقى الملابسات إن هي دفعته أو يعني وافقت له على رهبنة بعد ما كانت هي مصرة إن هي تجوزه؟ هو قداسة البابا الحقيقة كان محظوظ جدا بسيدة فاضلة اتعلم منها حاجات كتير، منها فضيلة الصبر، ويمكن قداسة البابا أكد جدا على الجزئية دي. فالسيدة الفاضلة والدة قداسة البابا يعني ترملت في سن صغير، كان عندها 34 سنة وهو كان في ثالثة إعدادي، قداسة البابا كان في ثالثة إعدادي، فكانت هي حياته والدته، الدعوات، الحب، كل شيء. وكان له شقيقتين، سيدة هدى وسيدة إيمان، دول شقيقات قداسة البابا برضو كان مرتبط بيهم جدا. هدى وإيمان. دي الصور الأسامي. اهي. وطبعا قداسة البابا قبل الرهبنة كان بيسمى وجيه، وجيه. والاسم ده اختارته الأسرة على اسم صديق خاله، يعني كان صديق الأسرة اسمه وجيه فتسمى على اسمه يعني. فبعد كده طبعا كأي حد ناجح جدا، صيدلي وناجح ومتفوق، وسافر انجلترا ورجع والحياة كلها مؤهلة انه يكمل حياته الطبيعية، صيدلي ويفتح صيدلية أو ويتزوج ويتزوج. ويبقى الحياة عادية. لكن هو كان عند قداسة البابا كان لديه يعني نداء إيماني قوي منه هو في ثانوي، يعني من هو في ثانوي كان يرغب. وبعدين النشأة كمان كانت في المنصورة بمقربة من دير دميانة، القديسة دميانة، فكان عنده نداء روحاني بيدفعه لده. ففي السياق ده يعني لما استشعرت والدته وعرضت عليه أكتر من عروسة ولقيت أنه لا يرغب يعني في حياتنا إحنا المدنية، فقالت له خلاص لو بتنوي انا بس ليا طلب واحد بس، انه يكون مكان قريب علشان اقدر ان انا اجي ازورك. وبالفعل اختار دير الانبا بيشوي ده في البحيره طبعا، وكانت والدته بتقدر ان هي ليه صوت تزوره وهو يعني. صغير؟ وهو صغير لو صغير. قداسة البابا تودرس، لو احنا قربنا منه شويه احنا برضو عايزين نعرف عنه قبل ما يخش الدير، كان ايه هواياته؟ يعني انا اول مره مثلا دلوقتي ان هو خريج صيدله صيدلي. وسافر انجلترا. وانجلترا وتعلم وخلص دراسته ورجع، يعني في حياه كان عنده، كان الحقيقه هي ايه يعني الهوايات بتاعته؟ الجانب الخاص بالسيره الذاتيه لقداسه البابا قبل الرهبنه هي سيره ذاتيه ملهمه، زي كلها تفاؤل، حب للحياه. يعني قداسه البابا شخصيه، يعني لو حضرتك شفتي غلاف الكتاب انا اتشرفت ان انا اخترت الصوره. هو بيضحك. دي شخصيه قداسه البابا، البساطه والحب وهو ده، كمان حب يعني التصوير. فكره هو كان يحب فكرة التصوير وايه تاني؟ والقرايه اعتقد، والقرايه لان في شخصيه والراديو. شخصيه ابو الفضل اللي هو كان صاحب فضل عليه ان هو يحب القرايه ويحب يروح عنده عشان ياخد بيقول المكان. بيته كان عامل ازاي. بيحب كان بيتابع كوره. الكرة دي ليها حكاية لوحدها هقولها. بطل كرة ازاي ده هو هنا وهو الصور دي ايه؟ دي في بدايات الرهبنة، في دي مرحلة اسمها مرحلة التردد، بيكون فيها يعني راغب الرهبنة بيلبس جلابية زرقاء، بيتردد على الدير عشان يختبروه، يعني هل انت ملائم ملائم للحياة دي ولا لا. فترة الاختبارات بمناسبة الكورة، هو كان حارس مرمى وبعدين حصل مشكلة، فايه اللي حصل؟ هو قداسة البابا لما نجح في الشهادة الابتدائية أهدى والده ساعة قيمة، ولأنه بنيانه طويل فكان لما بيلعب في المدرسة كانوا بيحطوه حارس مرمى، فهو بيلعب كورة وقع الساعة اتكسرت، فطبعا عوقب بعلقة قوية يعني شديدة، ومن بعديها واكتئب عن الكورة خلاص يعني علشان اعتزل. قبل الحادثة دي كان هو كان بيحب يلعب كورة، وهل هو أهلاوي زملكاوي نقدر نعرف؟ لا هو ما يعني لا مش الحكاية كده بالظبط، برضو قداسة البابا زي يعني هم الأقاليم، فاحنا عندنا في الأقاليم الحياة مختلفة شوية، يعني فيها ميل شوية للقراية لحاجات تانية غير الكورة يعني، فما كانش عنده حتة التعصب الثقافة. أهلاوي أو طب احكي لنا زملكاوي على خالص. شخصية أبو الفضل وبيته. الفضل ده كان مؤجر، يعني والده كان مهندس ري، والد قداسة البابا، فكان بيطلع ياخد منه الإيجار كل شهر، فكان يطلع يستغرب جدا يلاقي البيت كله عبارة عن كتب خانة، كتب ومجلات، كان طفل صغير. فبدأ أبو الفضل صاحب البيت ده وكل ما يطلع عشان والده يدفع الإيجار يسمعه هو والده بيتبادلوا أطراف الحديث عن مشاكل في البلد، عن قضايا، عن حاجات ثقافية وخلافه، وهو نازل يروح مديله كتاب ومجلة ليه هو وشقيقته الأستاذة هدى.
فمن هنا بيقول حبيت ريحة الورق وحب ان هو ان انا اقرا او ان انا اكون مثقف. ايه لحظة كان او اصعب لحظة عدت على قداسة البابا كإنسان قبل ما يبقى يشيل هموم الوطن والمرحلة الاخرى البابا لكن اكتر كإنسان اكتر حسيتها قوي مش حادثة وفاة والده؟ لا اللحظة اللي تم فيها اختيار قداسة البابا عشان يكون بابا للكنيسة لحظة الاختيار كان في ناس بتبارك وبتهني والحياة يعني مختلفة، لكن اللحظة اللي قداسة البابا توقف عندها جدا اللي قائم المقام في الوقت ده الأنبا باخوميوس اداله في ايده فيها مفتاح الكنيسة علشان يدخل بقى خلاص التجليس مراسم التجليس تمت وهيفتح باب الكنيسة ويكون مسؤول عن هذا الكرسي الرسولي الوحيد في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا وهي مهمة طبعا. قال لك ايه على اللحظة دي؟ قال لي كانت لحظة صعبة. قال لي كنت يعني لحظة كان فيها ما بين الأرض وما بين السماء والدموع طبعا غلبته فيها جدا وكان يشعر بفرح بس محفوف بمزيد من المخاوف لأن كان الوطن في الوقت ده غليان بره وغليان جوه. قبل اللحظة دي في الطفولة او في الشباب ايه اكتر او في لحظة بكى فيها تأثر بيها في ذكرى الأربعين الخاص بوالده هو كان في تالتة اعدادي جم الخلان والعيلة والاهل يعني يقولوا له ايه يعني يقولوا للأسرة وكانوا قاعدين في البحيرة يرجعوا يقعدوا في المنصورة تاني أوكي. فكان في الوقت ده هو متعلق بذكريات بأصدقاء بأصحاب حاجات كتيرة قوي بدأ يرتبط بيها هو وشقيقته في الوقت ده تصغره بالسن بثلاث سنوات كان مرتبط بيها قوي فبيقول ما بنساش اللحظة الإنسانية دي لما والدته بصت عليه هو وشقيقته وقالت لخلانه لا اللي الولاد يقولوا عليه يعني الولاد قالوا نقعد في البحيرة هنقعد في البحيرة نروح المحافظة الدقهلية مرة تانية والمنصورة هنروح المنصورة فهم اختاروا ان هم يقعدوا في البحيرة. قداسة الباب بيحب ياكل ايه؟ قداسة الباب ولا هو طباعته غيرت بعد ما بعد المسؤوليات يعني قبل وهو شاب كان بيحب ياكل ايه كان ودلوقتي بيحب عصير الجوافة بيحب عصير الجوافة؟ جدا وكان في المدرسة بيحب حصة الزراعة اللي كان يعملوا فيها أنشطة ومربات وعصاير وحاجات زي كده فكان يحب. هل هو شاطر في ان هو يعمل حاجة لنفسه يعني يطبخ حاجة يأكل نفسه بنفسه ولا انا يعني ما اقدرش اقول بالظبط بس المكان. عايز اقول لحضرتك حاجة قداسته قعد فترة كبيرة لوحده في لندن فكان اكيد بيعمل بيعرف نفسه بيعرف وبخلاف كده برضو حياة الرهبنة بيبقى فيها اعتماد كبير على وزهد. النفس وزهد ولدرجة ان قداسة البابا في فترة من الفترات كان بيخدم في المطبخ في الدير عشان كده سألتك هو كان قداسة البابا بيحب ياكل ايه قبل ما يخش الرهبنة لان انا بعرف ان الرهبنة بيحاول ان هو يتجرد من كل اي حاجة هو بيحبها فلما عرفت ان عصير جاف فقط عصير جوافة مفيش أكلة معينة لا هو كان يحبها جدا من والدته أو طب أقول لحضرتك مفاجأة قول قداسة البابا بيحب يميش رمضان جدا يميش رمضان؟ جدا والقطايف والمكسر والبسبوسة بالمكسرات والأكلات المصرية وكده قداسة البابا مزيج مختلف هو مصري قوي قوي يعني جدا يعني اي حاجه مصري اعتقد ان قداسه البابا يعني يحب الفول والطعميه والحاجات دي يعني هو اخواتنا الاقباط رغم عنهم بيحبوا الفول والطعميه جدا عشان في فترات صيام لكن في ناس كتيره ممكن ياكل بتنجان يعني في ناس يقول لك بقى هل هو من الشخص ما عندهوش مشكله ياكل ايه في اي ايه ولا ليه اكلات معينه ما يحبش هو قداسة البابا بسيط يعني حتى في لما تطرقنا للزيارات الخارجية الكتيرة جدا اللي نقل فيها صورة مصر بشكل رائع جدا بره مصر كان بيقدم ليه موائد مختلفة ما كانش بيتوقف عندها كثيرا يعني كان بياخد منها يعني ما يقتات منه بس للعيش يعني مش بمناسبة الزيارات الخارجية متكلمة على زيارته للكويت وان هو عنده حب خاص جداً. للكويت طبعا يعني شعب الكويت شعب طيب ويمكن قداسة البابا كان يعني لما جيت اتحدث مع قداسته بخصوص انه البعض احيانا كان بيحاول يلعب في العلاقه دي ما بين الشعبين فقال لي لا ولا اي حد يقدر
وتحدث عن حفاوة استقبال أمير الكويت، وهو حزن كمان لما جدا لرحيله، لدرجة أنه في واحد من الزيارات الرسمية خلاص هو في طريقه من المطار، تم استقباله الاستقبال الرسمي وهيترك المطار علشان يروح بقى مقر الإقامة، وهو في الطريق قالوا له انه سمو الامير دعي حضرتك لمأدبه حالا دلوقتي حالا، فراح فوجئ ان هناك الرئيس الفلسطيني ابو مازن، وقعده وديه كده جميله وتفضل، والاكل وطريقه كده فيها ود ومحبه كبيره بعيدا عن البروتوكولات، وفي اليوم الثاني كان اللقاء البروتوكولي يعني.